صباح الخير يا تانيا، مكملين في الحساب مجموع المتسلسلات، وأخذنا إزاي أقدر أحسب المتسلسلة الحسابية والهندسية. النهاردة هناخد حاجة اسمها متسلسلة هندسية غير منتهية. غير المتسلسلة الهندسية الغير منتهية أنا عندي منها نوعين، عندي منها إيه تلتة نوعين. عندي نوع متقاربة، متسلسلة هندسية متقاربة، وعندي متسلسلة هندسية متباعدة. طيب امتى بتحقق شرط التقارب؟ شرط التقارب عندي لما تكون قيمة الار اللي هي النسبة الثابتة بتكون اصغر من واحد. في الحالة دي بقدر اجيب لها المجموع. متباعدة لما تكون الار عندي اكبر من الواحد، في الحالة دي ما بقدرش احسب لها المجموع بتاعها. اوكي. هنا بيقول لي زي ما هو واضح عندي، تكون المتسلسلة الهندسية متقاربة إذا كانت، ومعنى كلمة absolute الار يعني أنا ماليش دعوة بالإشارة. يعني زي مثلا عندي هنا الار مثلا طلعت بسالب 3/5، أنا السالب ماليش دعوة بيها، كل اللي هاخده إن 3/5 ده أصغر من الواحد، فهقول الحالة دي متقاربة. معايا كده؟ ده معنى كلمة الابسوليوت الار. طيب بيقول لي هحسب ازاي المجموع؟ ان الاس بتساوي A1 minus R، وايه زي ما هو واضح عندنا الفيرست تير او الحد الاول، والار زي ما احنا عارفين عبارة عن النسبة الثابتة. اوكي يا تانية؟ اوكي، تعالوا نطبق الكلام ده. هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي بين ما اذا كانت المتسلسلة متقاربة، ثم اوجد مجموعها اذا كانت متقاربه. احنا عرفنا ان شرط ان انا احسب لها المجموع لازم تكون متقاربه. طيب تعالوا نشوف. اول حاجه عندي هنا الايه، هنا زي ما هو واضح عندي هنا عندي الاي ان اكنها كده 3 0.75 k - 1. مباشره هقول ان الار equals 0.75، يعني 3/4 اللي هي اصغر من الواحد، وفي الحالة دي ايه؟ متقاربة. كده ما عنديش مشكلة. اروح بقى اعمل ايه تانية؟ احسب ال S infinity اللي هي A1 minus ال R. طب انا ما عنديش ال A، ما احنا اتفقنا ان ال A ده الحد الاول، ده الحد ايه تالتة يا ثانية سوري الحد الأول. يعني ال A1 هعوض هنا 3 0.75، هنا 1 minus 1 equals 3، يعني الحد الأولاني بثلاثة. جبناها كده إيه على جنب. طيب تعالوا بقى نرجع نعوض هنا، يبقى equals شكله مش حلو اهو كده. ال A1 عندي ب 3 1 minus 3/4، هتطلع كلها بكام على الكالكوليتر؟ هتطلع ب 12. تمام كده؟ تمام، نكمل الحالة التانية بقى او الجزء التاني من السؤال. هنا بيقول لي برضو هنا ال AN equals minus 4/5، هنا k - 1. زي ما قلت لكم قبل كده انا ماليش دعوة بالاشارة ابدا، يعني هاخد ال r، هاخد ابسوليوت ال r 4/5، ماليش دعوة بالسالب دي خالص، هتطلع اصغر من ايه؟ من واحد. هي ال r اصلا سالب 4/5 عشان لما اجي استخدمها في العملية. تمام، خدوا بالكم، لكن عشان احدد ايه هي متقاربه ولا متباعده باخدها بدون الاشاره. اوكي، طيب اصغر من واحد يعني معناها ان هي متقاربه، يعني ليها مجموع. تعال نجيب المجموع بتاعها، يبقى ال S infinity equals، نحط الخط ده، هيبقى الحد الاولاني، محتاجين نجيب الحد الاولاني. الحد الاولاني بكام؟ سالب 4/5 1 minus 1 equals 1، يعني الحد الأولاني عندي بكام؟ بواحد، صح؟ أوكي، يبقى 1 minus، قلت لكم هاخدها بالإشارة، هاخدها إيه تانية؟
بالإشارة. هتطلع في الحالة دي 5 over 9. تمام كده؟ تمام. تعالوا بقى حل سي. سي بقى لطيفة. ليه؟ انتوا تعرفوا هي ليه لطيفة دلوقتي. أنا عندي سي، أول حاجة أطلع إن الـ R equals باي over 2. إحنا لو عملناها على الكالكوليتر هلاقي إن الـ value of y دي باي over 2 1.57. يعني أكبر من الواحد. يعني إيه؟ يعني متباعدة، يعني ملهاش مجموع. حياة حلوة سهلة. أوكي؟ أوكي. نيجي دلوقتي عند آخر واحدة دي. دي بيقول لي يبقى هنا عطيني بقى سيكونس نفسها، يعني 1 + 0.5 بس 1/4 بس مكمل. انا هطلع الداتا بتاعتي منها، يعني ال A1 ب1، ال R بنص، هقسم ده على ده زي ما احنا عارفين. خلاص النص ده اصغر من الواحد، صح؟ اصغر من الواحد يعني ايه؟ يعني ان هي متقاربة، يعني اقدر احسب لها المجموع. يعني الاس انفينيتي بتاعتي بتساوي اهو الحد الاولاني. خلينا نكتب القانون هنا، A1 1 - R، افكركم بيه لو حد كان نساه ولا حاجة. هيبقى الحد الاول 1 1 - 1/1، هتطلع في الاخر ب2. تطلع بكام؟ ب2. تمام؟ تمام. سهلة ولطيفة، صح؟ أنا عارفة كده. تعالوا بقى نكمل هنا. هنا عطيني هنحل كده تمرين سريع solve. ده سؤال رقم 27. بيقول لي حدد ما إذا كانت متقاربة ولا متباعدة برضو. أول حاجة هقول الـ A1 عندي بكام يا جماعة؟ ب6. طب والـ R؟ اهي 3/6. 3/6 دي يعني ايه؟ يعني نص، يعني اصغر من الواحد، يعني متقاربة. طالما ان هي متقاربة يعني اقدر احسب لها المجموع. خلاص تعودنا، يعني ايدينا مشيت خلاص. تعالوا بقى، يبقى اجيب الـ S infinity هتساوي لحد الاولاني 1 - R equals اهو. انا عايزه ده. اوكي، هنا الحد الاولاني بكام؟ ب6. 1 - 0.5 هتطلع ب12 في الاخر يا تانية. اوكي ولا مش اوكي؟ اوكي. نيجي بقى الاكزامبل ده، ركزوا معايا بقى شويتين كده. هو سهل، بس هو هتشوفوه في الاول هتحسوه معقد، بس هو سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. انا هاخد اول واحده عندي. هنا بيقول لي ايه؟ تكتب الكسر العشر الدوري. كلمه كسر عشر دوري يعني هلاقي انه بيتكرر. بصوا هنا 2 3 4، صح؟ ما رجع تاني 2 3 4، ما رجع تالت 2 3 4. يعني انا دي اقدر اكتبها كده، يعني 0.234 اهي. بصوا 2 3 4 2 3 4، كل مره بتتكرر، صح؟ هحولها السيكونس بالشكل ده 0.234 زائد، انا هكتب دي، صح؟ دي قبلها ايه؟ ثلاث ارقام، يعني ثلاث اصفار اهي معايا. زائد دي قبلها ايه؟ ست. بصوا ست ارقام، يبقى 1 2 3 4 5 6، 2 3 4، ومكملة بنفس الطريقة معايا كده. اوكي طيب، من هنا اطلع ان الـ A1 0.234. طيب عايز اطلع الـ R، هنقسم ده على ده، يعني 0.12234 divide by 0.234 هتطلع 1/1000،
أصغر من الواحد يعني متقاربة، أقدر أحسب لها المجموع بتاعها. طيب تعالوا نعمل نحسب المجموع. اختار من تاني بس. يبقى الاس انفينيتي عبارة عن ايه يا تانية؟ عبارة عن هتطلع بكام؟ هتطلع بالشكل ده، هتطلع بالـ A1 عندي اللي هي 0.234 على 1 minus 1000، صح؟ هتطلع بكام؟ هتطلع بـ 1 over no لحظة هتطلع بـ 26 على 11. يعني الرقم اللي موجود عندي ده اللي هو 0.234234234 مكملة بيساوي على صورة فراكشن 26 على 11. انتوا اصلا لو عملتوها على الكالكوليتر بنفس الشكل ده وقعدتوا تكرروها شوية 234 234 234 هتطلع لكم في الاخر 26 على ايه؟ على 11. معايا كده؟ طب تعالوا نشوف بقى الجزئية التانية. بصوا الرقم عندي مكتوب ازاي؟ انا الرقم عندي مكتوب كده 0.58، هتلاحظوا ان 58 ده مختلف، الباقي بقى متكرر 3 3 3 3 3 ومكملين. فعلشان كده دي اما اجي اكتبها هكتبها كده 0.58 لوحدها، يعني انا دي ماليش دعوه بيها، وهبتدي اكني هبتدي سيكونس جديده شكلها كده 1 2 عشان عندي صفرين، وبعدين 3 3 3 3 3 ومكمل، صح كده؟ دي هتنزل زي ما هي 0.58. او خليني احولها على طول هنا للفراكشن عشان ايه ما نرجعلهاش تاني. انا دي بالنسبه لي عباره عن 58 over 100، صح كده؟ زائد دي بقى عشان اكتبها بالشكل اللي احنا كاتبينه من شويه، الحد الاولاني هيكون ايه؟ 003، صح؟ انا خدت واحده. الحد الثاني 0. انا عايزه دي قبليها ثلاث ارقام، يبقى 1 2 3 3 مكمله طبعا بنفس الايه؟ بنفس الطريقه. معايا؟ اوكي. تعالوا بقى نحسب، انا هشتغل على دي بقى خلاص، انا دي ثابته بالنسبه لي، هشتغل على دي. دي الحد الاولاني بتاعها 0.003. طيب والار؟ الار بتاعتي اهي 0.0003 على 0.003، الحد الثاني على الحد الاولاني، هتطلع ب 1 over 10. 1 over 10 اصغر من الواحد، يعني اقدر احسب لها المجموع لانها متقاربه. طب تعالوا نعمل خط كده صغير بس عشان نفصل. انا كده جبت الداتا بتاعتي. طب انا عايز احسب، يعني عايز احول دي بقى في صوره فراكشن. عشان احولها في صوره فراكشن اجيب الاس انفينيتي، يعني قلنا الحد الاولاني بقى 0.003 على 1 minus 1 over 10، هتطلع بكام؟ هتطلع 1 over 300. معايا كده؟ خدوا بالكم من الخطوه اللي هعملها دلوقتي. يعني ال 0.58333 هكتبها ازاي؟ احنا اتفقنا ان هو ده الجزء الاولاني بتاعه، اهو ده الجزء الاولاني اللي هو 58 over 100. والجزئيه الثانيه دي اما حولتها لفراكشن بقت كام؟ 1 over 300. اجمعهم الاثنين مع بعض هتطلع لي 7 over 12. يعني ال 0.58333 لما احولها في صورة فراكشن هتبقى 7 over 12. اوكي يا تانية؟ اوكي. الموضوع شوية خطواته تحسوا ان هي كتيرة، بس هي نفس الايه؟ نفس الفكرة، نفس الستبس، بتبقى سهلة وواضحة. تمام يا تانية؟ تمام، شكرا.